لمدة 3 أيام متواصلة بدأت مرحلة تقديم الطعون بنتائج الفصل في الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية الجمعة لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمان المقررة في 22 من آذار المقبل. مرحلة تقديم الطعون على نتائج الفصل تبدأ في الاعتراضات الشخصية والاعتراضات على الغير، لتكون بعدها مرحلة الفصل في الطعون ولمدة 7 أيام من العاشر حتى 16 من كانون الثاني الحالي. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن مجموع الاعتراضات الشخصية بلغت 12531 اعتراضا قدمت لدائرة الأحوال المدنية و1353 اعتراضا على الغير قدمت للهيئة. إذن الحديث عن هذه الانتخابات المقبلة ينضم إلينا من عمان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة. دكتور خالد أهلا وسهلا بك. إذن الآن نتحدث عن انقضاء مرحلة معينة، فكيف هي التحضيرات لما يليها من مراحل؟ مساء الخير، تحياتي لك ولمشاهديك. في الحقيقة غدا تنقضي فترة الاعتراض في المحاكم على نتائج الطعون التي فصلت فيها إما الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بالاعتراض على الغير، أو في نتائج الطعون التي فصلت فيها دائرة الأحوال المدنية في الاعتراض على الذات، وما تفضلت فيه بتكريكو في خبرك من ناحية الأرقام هو دقيق. غدا تنتهي كما ذكرت في بداية حديثي مرحلة الاعتراض على في محاكم البداية التي تستمر لمدة 3 أيام، ومن ثم هنالك 3 أيام للمحاكم للفصل في هذه الاعتراضات، وبعد هذا يأتي مرحلة فترة زمنية تصل لغاية 10 أيام لتزويدنا بنتائج الطعون التي قدمت في المحاكم. متوازي مع هذا الحديث ابتدأت بالأمس مرحلة تدريب المدربين للخبراء الانتخاب الذين يعملون في الميدان. هذا التدريب الذي يستمر لمدة 2 أسبوع، وفي 19 الشهر يبدأ تدريب نوع آخر من المدربين، هو مدربين الربط الإلكتروني. ننتهي عمليا ونظريا ابتداء، لكن نتأمل أن يكون ذلك قابل للتطبيق عمليا، وهذا ما نأمل ونعتقد أنه سوف يكون بنهاية الشهر الحالي. تنتهي مرحلة التدريبات ومرحلة الطعون والطعن في الطعون ونشر النتائج النهائية لجداول الناخبين. بعدها هناك فترة، هذه المرة استحدثناها جديدة لكي نقوم بتدريب المترشحين، لمن يرغب من المترشحين في أن يتدرب، سواء كان على عملية الحملات الانتخابية، مرحلة توعية وتثقيف المترشحين أنفسهم، عددهم نتوقع أن يكون كبير. وفي شهر 2، 7، 8، و9 يبدأ مرحلة الترشح، وهذه المرحلة أيضا بها أوقات توقيتات زمنية مرتبطة في قبول الترشح خلال 10 أيام، ومن ثم عرض جداول أولية، ومن ثم الطعن في هذه النتائج سواء كان قرار الهيئة أو من الناخبين أنفسهم، وصولا إلى 22/3 يوم الاقتراع. نعم، قبل فترة أنهت الهيئة فترة طلبات الرقابة على الانتخابات، فإلى أين وصلت هذه العملية وكيف تنتهي؟ هذه العملية انتهت منذ عدة أيام. هناك 18 منظمة ومؤسسة محلية قامت بالتقدم للرقابة على الانتخابات البلدية وجلس المحافظات ومجلس أمانة عمان. حقيقة المراقبين الدوليين هذه الدورة كما كان في انتخابات 20، مسألة المراقبين الدوليين هناك بعض التعقيدات التي تلفها لمسألة إمكانية السفر ووضع جائحة كورونا عالميا ومحليا، لكن السفارات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة إذا لم تتمكن المنظمات الدولية من حضور، عادة ينتدب بعض العاملين لديهم للإطلاع على العملية الانتخابية. مرحلة المراقبين المحليين انتهت، وهناك 18 مؤسسة تقدمت وجرى الموافقة عليها أن تكون ضمن المراقبين، فرق المراقب المحلي. نعم، تحدثتم أيضا أو لربما صدر قرار بتخفيض تأمينات الدعاية الانتخابية، فكيف من الممكن أن يؤثر ذلك على سير العملية بشكل عام؟
الحقيقة نحن في بعد ما استمعنا إلى وجهات نظر مؤسسات سواء كان رقابية أو مؤسسات مجتمع مدني أو مترشحين أو مشاريع مترشحين، كان هناك ارتفاع في الرسوم. بالمناسبة هي رسوم مرتدة مستردة، يعني هذه لا يخالف الدعاية الانتخابية، لا تستوفى هذه المبالغ منه. رغم ذلك صار هناك احتجاج عليها، وارتأينا أن نتماشى مع ما يطلب المراقبين أو المترشحين. رغم أني بأكد للمرة الثانية، هذه لمن يخالف القانون، لمن يخالف التعليمات في الدعاية، الذي لا يخالف لا يستحصل منه أي مبلغ. نعم، وهي مستردة في حال الالتزام. في حال الالتزام هي مستردة بالكامل، لا لا، يعني هي لا تستقطع إلا في حال أن هناك بعض المترشحين قاموا بتعليق أو تثبيت وسائل الدعايه الانتخابيه باشكال مخالفه او صفه ضاره. على كل حال جرى تخفيض الى ثلاثه فئات، الفئه البلديات الاولى والثانيه والثالثه، والثالثه كانت مبالغها زهيده، 100 دينار للعضو وهي تامين، و200 لرئيس البلديه، وب 400 و300 و600 و400 و1000 لعمان ورؤساء البلديات. نعم دكتور خالد، تحدثت قبل قليل عن التدريب المتاح للمرشحين. هذا التدريب ماذا لمستم من خلاله في السنوات السابقة أو على الأقل في الانتخابات السابقة بحاجة المرشحين؟ هل تتعلق بفهم الدور الأساسي لهم أم أنها حول سير العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية بشكل عام؟ حقيقة في مسألة البلديات أعتقد أن هذه سوف تكون المرة الأولى. إحنا قمنا بذلك للمترشحين في الانتخابات النيابية، ولاحظنا عن من التجربه العمليه انه اذا ما قمنا بعقد هذه الدورات بعد ان يفتح باب الترشح، يصبح المترشح يعتقد نفسه انه اصبح نائبا، ويتردد في ان ياتي لكي يحضر تدريبا من شباب او من صبايا اقل منه عمرا. لم تنجح، يعني في احد المحافظات الكبيره كان هناك فريق متخصص كامل ذهب لعقد مثل هذه الدوره، عدد الحضور كان 2 من بين مئات المترشحين. لذلك التقينا في هذه الدوره الانتخابات البلديه والمجالس المحافظات مجلس امانه عمان ان نعقدها قبل ان يبدا باب الترشح، وعلى بناء عليه سوف تبدا هذه الدورات. اذا ما توفقنا، اذا ما كان هناك تقديم طلبات، سوف نعلن ونعقد، انه هذه فيها كلف ماديه وكلف لوجستيه وفرق ميدانيه تذهب لكي تزول. لدينا 125 بلدية، 125 لجنة انتخاب، هي كثير أكثر من الانتخابات النيابية اللي هي 23 لجنة رئيسية و22 لجنة فرعية، بينما في البلديات 125 لجنة، وفي عمان في داخلها فرعية في 22 منطقة كذلك تتبع إلى أمانة عمان. إن شاء الله تنجح هذه النية، تتجه لهذا الشكل من التدريب، ونتوقع أن تلقى ولو بقدر ليس بالضرورة أن يكون كبيرا من المرة الأولى، لكن فرصة يجب أن نتيحها للوفى المترشح. نعم دكتور خالد، في المؤشرات الأولية على الأقل بفتح باب تقديم الطعون، هل لديكم أرقام قد تشير إلى حجمها لربما منذ حتى هذه اللحظة؟ سيدتي بالمناسبة الطعون هي عملية تراكمية. نحن في الهيئة المستقلة للانتخاب هذه السنة الدورة الرابعة التي نقوم فيها في تصويب جداول الناخبين. إذا ما نظرنا المجموع من عام 16 الانتخابات النيابية المجلس 19 وعام 17 18 وعام 17 مجالس بلدية ومجالس محافظات وعام 20 مجالس مجلس نيابي 19، مجموع الاعتراضات التي تمت في كل هذه الدورات يقارب 90,000 التي تم قبولها. في هذه الدورة تقدم لنا اعتراض شخصي 12,531، اعتراض الغير 1,353. طبيعي هي مسألة متحركة، لأنه الاعتراض عادة إما يكون على مكان السكن أو على مكان الاقتراع. مكان السكن الناس يحدث أن تبدل مساكنها، أو هناك جيل يكبر ويصبح من الذين مؤهلين للاشتراك في التصويت أو في الترشح، ويكون قد انتقل، قد خرج من كنف والديه، أصبح لديه بيت خاص ولديه عنوان خاص. وعادة شعبنا يتلكأ في مسألة تغيير العنوان إلا عندما يحتاج إلى مسألة
مثل الانتخابات عليه أن يحدد مكان السكن. بالحقيقة الرقم بحد ذاته ليس مقياسا، لكنها أتى بالسنوات الماضية. نعم، إذن هل من توقعات، إن أيضا ذكرت في البداية أنه من المتوقع أن يكون عدد المترشحين كبيرا لهذه الانتخابات المقبلة، هل من توقعات حول أعداد الناخبين؟ بهذه مسألة كمان هي بعلم الغيب، لكن كما تعلم إذا بتبقى الظروف الصحية وجائحة كورونا والتضييق المنطقي نعم، لربما مقارنة بالانتخابات السابقة سوف يؤثر بالتأكيد. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دكتور خالد الكلد. إذن حول هذه الانتخابات المحلية وفترة تقديم الاعتراضات، انضم إلينا من عمان فهد العموش مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. سيد فهد أهلا وسهلا بك. إذن نرغب بالاستضاح بداية عن آلية التعامل مع هذه الاعتراضات المقدمة. زي ما سمعنا أنه الاعتراضات كان مجموعة 12531، تم قبول 11868 اعتراض، وتم رفض 663 اعتراض. نعم، هذا فيما يتعلق بعدد الاعتراضات المقدمة. نعم. فماذا يلي ذلك من مراحل؟ هلا احنا معنا كان ل 28/12 لقبول الاعتراض الشخصي، بعديها البت في الاعتراضات ل 5/1، وبعد 5/1 احنا بنسلمها عاده بنسلمها للهيئه المستقله للانتخاب، الهيئه المستقله للانتخاب بتعرضها. الان اللي مرفوض اعتراضه باخذ نسخه عن الرفض بروح للمحكمه. في ثلاث ايام للمحكمه انها تثبت الاعتراض، المحكمه اذا قبلت الاعتراض فيصبح امر مفروض علينا انه ندخله في الجداول مره اخرى. نعم، وبحسب التجارب السابقة فمن يتقدمون للمحكمة هل تبلغ أعدادهم عددا كبيرا أم أنها ضمن لربما الأعداد الاعتيادية؟ لا، هي ضمن الأعداد الاعتيادية، يعني عادة بيكون هو بيعرف الشخص اللي مرفوض طلبه، بيعرف شو السبب انه رفض، والمحكمة عادة ترفض لأنه الأسباب موضوعية تكون يا إما على الشكل أو على المضمون، انه بيكون مش هو صاحب الاعتراض، اذا شخص اخر قدم له الاعتراض هذا بنرفض طبعا اعتراضه. نعم، وهل لديكم من فكره حول عدد الناخبين في الجداول الاوليه البدائيه؟ لا والله، احنا اول باول الجداول بتنعرض عند الهيئه المستقله مش عندنا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد فهد العموش مدير عام دائره الاحوال المدنيه والجوازات.